أب وأم يرموا أطفالهم هم لسه حتة لحمة حمراء قد كده؟ ازيكم يا جماعة؟ النهاردة في حلقة جديدة في رمضان في البيت على هوم سينما. المسلسل اللي هنعمله رياكشن هو مسلسل حدوتة مرة بطولة غادة عبد الرازق. ما شفتش طبعا التريلر ولا مرة. أنا غادة عبد الرازق بقالي كتير جدا ما اتفرجتش عليها في رمضان، ما أعرفش إذا كان هي أصلا كانت بتنزل ولا مش بتنزل. آخر مسلسل تابعته لغادة عبد الرازق تقريبا كان الخنكة اللي كان مع فتحي عبد الوهاب، وتقريبا كان في ماجد المصري. ده تقريبا كان اخر مسلسل تابعته لغادة عبد الرازق، بس انا ما عجبنيش خالص. والمسلسل اللي قبل منه اللي تابعته كان تقريبا كان مسلسل السيدة الاولى، برضه اتفرجت على اول كام حلقه وما عجبنيش، وبعد كده بصراحه زحلقته يعني من الاخر. انا بالنسبه لي شايف ان احلى مسلسل لغادة عبد الرازق اتعمل هو حكايه حياه. حكايه حياه انا بالنسبه لي انا بحبه جدا كتمثيله كاخراج وككل حاجه، يعني احمد مالك واحمد زاهر وروجينا وغاده نفسها دورهم كان بجد كانت حلوه جدا. رغم ان في ناس كتيره جدا قالوا لي ان في مسلسل تاني برضو حلو لغاده عبد الرازق اسمه مع سبق الاصرار، بس انا ما شفتوش ولا مره، ف كنت عايز اشوفه يعني. كان جات لي فتره كده كنت حتى برضو موضح من فيديو من الفيديوهات ان كان في يعني كذا مره انا كنت عايز اعمل فيديو عايز اتفرج على مسلسلات رمضان القديمه كده الحق مثلا قبل رمضان وكده، بس للاسف مفيش اي وقت. طبعا انا ما شفتش التريلر ولا مره فهشوفه معاك دلوقتي لاول مره. يلا بينا. عبده بيقول ان انت عاوزاه مش مساله حياه او موت. هي كده فعلا. انا ما تعرفتش بيكي. انت وعدتني العيال دي هتتربى احسن تربيه، صح ولا مش صح؟ اوعي تصلحي غلط بغلط، سامع؟ مين العروسه اللي ماشيه دي؟ دي مره بنت ثانيه العايب الدجالي. اسمك مره؟ سلطان انت متهم بجريمه قتل. اوعدك ان انا هفرمك بالبطيء. مش يا حبيبتي، انا عايز اعرف ايه اللي حصل. اب وام يرموا اطفالهم هم لسه حته لحمه حمراء قد كده. اوكي يا جماعه، انطباعي الاول ايجابي. المسلسل التريلر بتاعه عجبني لان هو فعلا بيناقش قضيه فعلا تقريبا اللي فهمته ان هم بيخطفوا العيال وحاجات زي كده يعني. انا بصراحه عجبني فكره المسلسل، والمسلسل واقعي. انا بحب جدا المسلسلات الواقعيه يعني اللي بتتاخد من قصص حقيقيه وكده، بس انا المسلسل ده فعلا عجبني يعني. هو ممكن يكون كئيب شويتين، هيبقى كئيب بس لا هيبقى حلو يعني، على الاقل احسن من مسلسلات تانية كتير يعني. انا مبسوط جدا ان في محمد شاهين، انا حاسس ان محمد شاهين عمل دور حلو جدا. اللي مش عاجبني في المسلسل ان هيبقى فيه مجدي كامل، لان انا ما بحبش مجدي كامل قوي في التمثيل. ما بيعجبنيش ادواره اللي بيختارها، وما بيعجبنيش اداؤه يعني معظم الاوقات ما بيعجبنيش يعني. انا اخر اداء مثلا شفت المجدي كامل عجبني كان في عن العشق والهوى، يعني في حاجه من تقريبا من 2004 ولا حاجه زي كده يعني. بطولة غادة عبد الرازق ومحمد شاهين ومجدي كامل وعايده رياض وسلمى ابو ضيف واحمد صيام. تاليف من عمر عبد الحليم، والاخراج لياسمين احمد، مخرجه فض اشتباك وبيت السلايف. نسبه ترقبي للمسلسل ده 8.5 من 10. انا متفائله جدا من المسلسل ده، حاسه هيبقى حلو يعني. المسلسل ده هو وقبيل بالنسبه لي اول اثنين يعني، خلاص انضموا للليست يعني فور شور بنسبه 100% يعني. بس ما عنديش حاجه ثانيه اقولها للتريلر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا لي لايك سبسكرايب وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. مين العروسه اللي ماشيه دي؟ دي مره بنت ثانيه العايبه الدجاله.